وينضم إلينا عبر الإنترنت من بيروت عضو المكتب الإعلامي للجان التنسيق المحلية رامي نخلة. سيد نخلة، يعني كيف تستخدمون أنتم وسائل الاتصال الحديث في نقل المعلومات عما يجري من أحداث في سوريا؟ بصراحة وسائل الإعلام الاجتماعي في سوريا لعبت دور كثير كثير في انتفاضتنا، فكما نعلم نحن في سوريا لم تكن الثورة السورية لها ذات النصيب مثل الثورة المصرية على سبيل المثال، والجميع يدعوها اليوم الثورة المتلفزة. في سوريا تم منذ اليوم الأول منع جميع وسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية من تغطية ما يجري في سوريا، وخضعت إلى رقابة دقيقة. لذلك كان المنفذ الوحيد بالنسبة إلينا لإيصال المعلومة هي وسائل التواصل الاجتماعي، وبشكل أساسي فيسبوك وتويتر. لقد عمد كافة النشطاء منذ بداية الثورة في سوريا على إنشاء شبكات هدفها جمع المعلومة من مصادر محلية في سوريا، من الشباب على الأرض، من النشطاء في مختلف المناطق السورية، ثم إيصال هذه الرسالة إلى مواقع التواصل الاجتماعي، وبدورها من مواقع التواصل الاجتماعي إلى الإعلام التقليدي، التلفزيونات والراديو والصحف. فبهذه الطريقة تمكن النشطاء السوريين بنجاح منقطع النظير صراحة حتى هذه المرحلة من تغطية تفاصيل الحراك اليومي على الأرض وبكل دقة وبكل موضوعية. بهذه الطريقة فعلا تمكنا من صناعة الفرق وخلق شيء فعلا جديد بالنسبة للمفهوم الإعلامي. طب مواقع التواصل الاجتماعي داخل دمشق، يعني هل كان سهل الدخول عليها ونقل المعلومات والتداول بين الشباب لما يجري من أحداث، خاصة أن يعني هناك الكثير من الأنباء التي تتحدث عن رقابة هذا النوع من أنواع وسائل الاتصال؟ طبعا نحن لا يمكننا ان نقول اليوم بان المجتمع السوري او الشارع السوري يتلقى معلوماته بشكل اساسي من مواقع التواصل الاجتماعي، لكنه يتلقاها من وسائل الاعلام التقليديه التلفزيونيه والصحف والمجلات، والتلفزيونيه بشكل اساسي المحطات العربيه الرئيسيه، لكن هذه المواقع كانت تنقل الاخبار بشكل دائم وبشكل عام من مواقع التواصل الاجتماعي. اذا تم التعامل على حلقتين، الحلقه الاولى هي نقل المعلومه الى مواقع التواصل الاجتماعي، ثم من مواقع التواصل الاجتماعي الى محطات التلفزه، ومن ثم الى المشاهد العربي. أنت تتحدث عن تبادل للصورة والحدث بين وسائل الإعلام التقليدية ووسائل الإعلام الحديث. نعم، بشكل أساسي تم تغطية الثورة السورية منذ البداية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. كل التلفزيونات العالمية تلقت معلوماتها من مواقع التواصل الاجتماعي. نشأت شبكات في سوريا، هذه الشبكات حصلت على مصداقية عالية وقامت بنشر الأخبار تحصل على الأرض في سوريا. حركة التواصل اليوم، يعني منذ بدء هذه الحركة الاحتجاجية في سوريا، حركة التواصل هل ما زالت تحافظ على وتيرتها؟ بصراحة نعم، هناك بصراحة أجهزة الاستخبارات السورية تقوم أحيانا بحرب نفسية على النشطاء على الإنترنت من خلال ترويج بأنهم لديهم القدرة على مراقبة كافة الاتصالات الداخلة والخارجة ومراقبة كافة الإيميلات وحتى برنامج سكاي ويب، لكنها فقط في إطار الحرب النفسية. أجهزة الاستخبارات السورية لا تمتلك هذه القدرة على فعل. طب هناك ما يسمى بالجيش الإلكتروني السوري، هل لك يعني باختصار لو سمحت لضيق الوقت أن تعلق لي ماذا يضم ويشمل هذا الموقع؟ نعم، بصراحة هذه تجربة فريدة بالنسبة إلى سوريا، تحتفظ بها الجيش الإلكتروني السوري، وهم نفس المجموعة وهم الشفيحة الذين يضربون المتظاهرين في النهار على الأرض. إذن ما يمثل وجهة النظام طبعا. شكرا لك رامي نخلي عضو المكتب الإعلامي للجان التنسيق المحلية، كنت معي مباشرة عبر الإنترنت.